مدرب التونسي محمد المكشف تقريبا انها اجراءات انتقاله لفريق العين السعودي، تجربه جديده لمحمد المكشف، باش ناخذ اكثر تفاصيل عليها. معنا بالتليفون كوتش، اهلا بك. مرحبا بك اسلام، ومرحبا بكل المستمعين. شنو احوالك، شنو الامور؟ والله الحمد لله اخويا لاباس. مبالكولك اول حاجه التجربه الجديده هذه تقريبا كنا حكينا منذ اكثر من اسبوع، قلت لي تقريبا فما اتفاق لكن تفاصيل صغيره عطلت شويه على الصفقه هكا ولا؟ بالضبط اسلام، تقريبا عندنا اسبوع اكثر شويه من اسبوع اللي اتصلوا بيا مع المسؤولين نتاع نادي العين، والحمد لله تقريبا عندنا تو ثلاث ايام اللي توصلنا الاتفاق على كل شيء، على الجيل الميتار الفني اللي باش يكون معايا، والحمد لله ان شاء الله نهار الجمعه نسافر ان شاء الله، ونهار السبت نبدا نخدم على رواحنا ان شاء الله بالفريق ان شاء الله. شنو اللي عطل الصفقه شوي؟ والله اسلام تعرف امور ماديه اكثر منها من حاجات اخرى، صحيح زاد لقيت شويه اشكال ممكن في الستاف اللي باش يرافقني، لكن الحمد لله معناتها الستاف اللي حبيته يمشي الكل باش يمشيوا معايا، واكيد حتى من الامور الماديه قاربنا اكثر لبعضنا، سواء النادي اكيد رئيس النادي باش يلوج على المصلحه نتاع النادي نتاعه، وكيف كيف يعني يلوج على مصلحتي ومصلحه الفريق اللي معايا، والحمد لله توفقنا معناتها ربي وفقنا وباش تفهمنا، وكما قلت لك ان شاء الله نهار الجمعه نفسدوا ربي ان شاء الله. ان شاء الله. الفريق كان في القسم الاول الدوري الممتاز، شنو الاهداف حطيتوهم مع المسؤولين في الفريق؟ والله الاهداف معروفه، ففريق العين معروف فريق كبير في السعوديه، كان موجود في الدوري الممتاز اللي فيه الفرق الكبرى اللي معروفه الهلال والاتحاد والنصر، فريق الحقيقه محترم ومحترم جدا، فريق عنده تاريخ كبير برشا، لكن بدايه الموسم الحالي الحقيقه ماهوش قاعد يحقق في نتائج ايجابيه، كان معناتها مدرب سعودي هو اللي راني فاهم منذ التحضيرات ومنذ بدايه الموسم، شاف والاداره شافت اللي ممكن جاء الوقت باش يغيروا المدرب، تم الاتصال بينا والحمد لله كما قلنا توفقنا معناتها اتفقنا على كل شيء، والاوبجيكتيف معروف تعرف اسلام، من الجمعيات الكبار ديما عندهم اوبجيكتيف نتاع الصعود و يرجعوا للمكان الطبيعي نتاعهم، وهذا ان شاء الله اللي باش نخدموا عليه، صحيح مهمه ما يشتال بما انه زاد الفريق عنده بعض المشاكل الى حد الان مازال ممنوع من الانتدابات، ان شاء الله معناتها في الماركاتو وهذا نتاع الشتاء يحلوه الاشكال هذايا، فما مجموعه محترمه من اللاعبين لكن مازالوا الحقيقه فما برشا نقائص، والنقائص هذوما ما نجموا نكملوهم كان باللاعبين الاجانب ان شاء الله اللي في الميركاتو هذا نتاع الشتاء، ان شاء الله باش نقوموا على الاقل بخمسه انتدابات اخرين اللي باش يخليونا نخدموا في ظروف به. مادام حكيت على الميركاتو وقلت لي ستاف تونسي نجموا نشوفهم لاعبيه توانسه ايضا ان شاء الله، فما حسب النقائص اللي قاعد نشوفهم ان شاء الله بقدره ربي وموان باش يكونوا فما موجودين زوز لاعبين توانسه، صحيح لحد الان ما فما حد شيء لكن الاسماء موجوده الحقيقه. اي يعطينا فكره شكون ينجم يمشي كوتش؟ والله الاسماء ما نحبش نسمي خاطر بعد ما يمشيش واحد فيهم، فما زوج حراس مرمى معروفين في تونس لعبوا في زوج جمعيات كبار برشا، باش يمشي واحد منهم وفما كيف كيف فما زوج مدافعين محترمين جدا ان شاء الله، اذا كان مهمش اثنين باش يكون واحد موجود منهم ان شاء الله، يقعدوا لي زاتاكون ان شاء الله باش نشوفوا معناتها لي زاتاكون على مستوى عالي جدا الحقيقه، خاطر في تونس ما فماش الى حد الان حتى اللي موجودين في الجمعيات الكبار وما نصورش يسيبوهم جمعيات بصراحة. كوتش ونحبك تقبلها مني، ما تشوفش اسمك ولا أكبر من القسم الثاني في السعودية خاصة بعد النجاحات اللي حققتها؟ صحيح سلام، لكن راهو الدرجة الأولى في السعودية راهي محترمة جدا، معناتها كي تشوف النيفو اللي فيها، كي تشوف الأسماء نتاع اللاعبين اللي يلعبوا فيها راهي محترمة جدا جدا جدا، خاصة هذوما نتاع خمسة ولا ستة جمعيات الكبار اللي موجودين في السعودية. اليوم باش تخدم في الممتاز في الدوري السعودي صعيب برشا، علاش؟ خاطر ولاو يطلبوا معناتها في الدبلوم برو اللي احنا في الافريق ما عندناش منه، هذا ما فماش حتى مدرب اليوم في افريقيا، يعني هذا نتمناه ان شاء الله من الاداره الفنيه نتاعنا مع سي زويتا ان شاء الله في القريب العاجل. نبيل معلول ما عندوش الدبلوم هذا؟ اخذاه، اما نبيل سي نبيل اخذاه لبرا في اوروبا، في اوروبا كما قاعد نحاول اني تو ان شاء الله معناتها يا ناخذه في اوروبا يا نحاول باش ناخذه في اسيا الدبلوم هذا، وظهر لي نحاول ان نخدموا به في الدرجه معناتها في الدوري الممتاز السعودي. ظهر لي نفس المشكله اللي عرف محمد الكوكي كيف زاد في الطائي، محمد انت بدا مع الفريق اللي تلعب به للممتاز ما شاء الله خدم خدمه كبيره محمد، لكن نلقى الاشكال هذا حاول الفريق نتاعو باش يلقى له الحلول، لكن في السعوديه ما يلعبوش عندك ولا ما عندكش، فهمت؟ نفس الشيء بالنسبه لعبد الرزاق الشابي، معناتها حقق
البقاء نتاعو في الممتاز، لكن ما نجمش باش يكمل مع الفريق خاطر هو بيدو نفس الشيء. معناها ما عندهمش كوتش اللي قايدوه مسؤول وكل الحكايه هذيك. لا مستحيل اسلام ما يلعبوش. انت ديجا حتى كي تشوف مثلا عباد تحترم الواحد الممتاز بالنسبه لي هو كيما الهلال كيما الفريق يلعب في الدرجه الرابعه ما عندهمش فرق ما بين الفريق اللي يغلط يتحاسب والمدرب اللي عنده شهيد هو اللي يدرب، الاشياء الاخرى ماهيش موجوده الحقيقه. عباد تحترم الواحد تحترم الخدمه ومهنه المدرب اكيد. علاش خويا تشوف كورتهم لان مستواي وصلت. صحيح صحيح. باهي تطرح اسمك في اكثر من مناسبه كوتش لقياده النجم الساحلي خاصه وزادت الكلمات بعد ما تم التخلي على سعد الدريدي، شنو الصحيح من الغلط؟ والله اسلام شو نقول لك، مطلب نتاع اغلبيه الجماهير نتاع النجم الساحلي كيف كان مطلب نتاع المسؤولين سواء رؤساء نوادي والا المسؤولين السابقين في النجم الساحلي، الحقيقه ما فماش حتى اتصال، ما صار حتى اتصال بيني وبين المسؤولين الحاليين على راسهم سيما هذه القروي، ما صارش بيني وبينهم حتى اتصال، كان الكلمات نسمع معناتها كيما يسمعوا الناس باش تكون انت المدرب الاول، حتى القراب لهم ممكن وصلوا لي نفس الكلام اللي باش نكون على راس الاطار الفني نتاع النجم الساحلي. كلام كنا حكينا مع بعضنا الحقيقه استنيت شويه، تعرف واحد مهما يكون جمعيته النجم الساحلي ولا يهمني في الموضوع ونتصور كل مدرب تونسي بخلاف جمعيته حلمه يدرب النجم الساحلي. بالضبط فريق كبير في حجم النجم الساحلي، والحقيقه جاء الوقت باش زاد الواحد ياخذ فرصه في النادي نتاعو. اليوم عملت شويه اكسبيريونس سواء في تونس مع نوادي تونسيه ولا خارج حدود الوطن، نحس روحي اللي قادر اليوم باش نجم نعطي الاضافه خاصه الفريق الام نتاعي، لكن مالوريزمون الحقيقه صبرت شويه، معناتها كان عندي مع كونتاكت مع نادي نجران وقلت لك عليه اسلام قبل وحاولت باش نستنى شويه الحقيقه ورفضت معناتها الكونترا هذا مع نادي نجران ومشى له عفوان الغربي اللي نتمناه له ان شاء الله توفيق وبدا بدايه محترمه جدا عفوان. ما نحبش نزيد خاطر طويله المده وما اتصل بيا حتى واحد، وليت شفت اموري خويا جاني عندك حق نادي العاينه هذا وليت شفت اموري والحمد لله معناتها نتصور الامور كلها باهيه. فالكونت تم اتصل بيك على منصب اخر في النجم بخلاف مدرب؟ كلهم اقتراحات راهو كلهم اقتراحات رسميا لا زاد جات فكره رسميا، راني قلت لك شكون حبس نقولوا امور رسميه يا مسؤول رسمي موجود في الهيئه المديره ولا رئيس اكيد دي. اكيد لكن كما قلت لك معناتها ناس قراب للرئيس اللي اتصلوا به وصلوا لي في الكلام ممكن ولا في التفكير اللي هو يفكر فيه، حبوني يكون وقت اللي موجود لسعد الدريدي حبوني يكون معناتها كمدير رياضي، لكن نفس الشيء زاد رفضت مش معقول الحقيقه اني مدرب حب نقعد ديما مدرب، وخاصة فما مدرب قاعد يراني ما نحبش نجي وراء المدرب هذاك بعد يتنحى المدرب نحطو كان في مدرب كيما الحاجات اللي ما نحبهمش مش حلوة مش حلوة زاد المدربين الاخرين. صحيح يعطيك الصحة، شكرا لك كوتش وبالتوفيق ان شاء الله، ونحبوا نشوفوك ان شاء الله في الدوري الممتاز ولا في حتى فريق تونسي كبير تستحق كل خير ان شاء الله ان شاء الله. وهذه دعوة كلام منك انت للإدارة الفنية نتاعنا على راسهم في زويتا والخير اللي معاه في الجامعة التونسية اللي مشكورين الحقيقة على الخدمه وعلى التكوين الكبير اللي قاعدين يكونوا به المدربين التوانسه، وهاك تشوف فيهم قداش ناجحين برا ما شاء الله. اكيد هذه معناتها نداء لهم هما ان شاء الله في القريب العاجل يشوفوا الحل برشا مدربين التوانسه خاصه في الابرو هذا. ما نعرفش كلمتوه صغير زويتا ولا في الموضوع هذا؟ حكيت معاه انا قبل الحقيقه من قبل حكيت مع سي زويتا ويقولوا معناتها ان شاء الله في القريب العاجل باش يكون الدبلوم هذا موجود في تونس ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه، شكرا لك وبالتوفيق مره اخرى محمد المكشري في تجربتك الجديده مع نادي العين السعوديه. فاصل قصير وبعد شويه مكملين اخر جزء من حصتنا اليوم نحكيه على غلق ملعب رادس.